الفرج ديالو اليوم، وكلهم فخر يتوج ابنه بالنقطة الأولى على صعيد الجهة. طنجة ما شاء الله عليك وما شاء الله على هذا الابن، هذا الدرع تستحقه أنت أيضا. صورة للذكرى، صورة ستبقى خالدة في أذهان كل طنجاوي غيور على المدينة وعائلة طه. مبروك، ألف ألف مبروك مولاي طه من مقاطعة طنجة المدينة ومدرسة مولاي يوسف، تبارك الله عليك. تعملوا على تحفيز أبنائنا وشبابنا من التلاميذ. أما بالنسبة لفرحة ابني فكانت فرحة كبيرة وكانت نتيجة لعمله المتواصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نفسي، اسم ديالي دعاء اليزيد، تلميذة بالثانوية التأهيلية المهدي منجر، متواجدة بطنجة، حاصلة على شهادة البكالوريا بميزة حسن جدا بمعدل 18.40، مسلك العلوم الإنسانية. بداية أتشرف بتواجدي معكم هنا، شكرا. وكنقدم خالص شكري للأطول التربوية الإدارية الثانوية ديالي ووالدي أولا، ولكل من سرد لي طوال المسيرة ديالي الدراسية، والله الحمد لله الذي وفقنا جميعا، شكرا. طبعا يعني انسان غادي يفرح يعني فاش كتشوف التفاته طيبه من واحد المؤسسه اللي هي كبيره، طبعا غادي تكون فرحان ومشاعر بهجه. السلام عليكم، معكم زيد الحراق، تلميذ ثانويه التاهيليه بلعباس سبتي، حاصل على معدل 18.72 بشبه علوم رياضيه خير فرنسيه. صراحه الله هذه الحفله يعني مبادره طيبه من طرف جمعيه طنجه الكبرى، يعني كتشجع الشاب المغربي انه يعني يطمح اكثر ويشوف يعني بعيد، وخاصه الشاب طنجاوي اللي كي يعني كيكون حاضر على هاد المشاهد هادو اللي كيتحفزوا اكثر انه يخدم. صراحه الله هاد التفوق وهاد النجاح كنهدي اولا الوالدين ديالي اللي يعني ساهموا في النجاح وساهموا في التربيه ديالي ويعني المواكبه من يعني منذ نعومه الاظافر. الحمد لله عاود كنشكر الاساتذه ديالي اللي هما يعني عاونونا بزاف واللي يعني وفقونا في الدراسه ديالنا. شكرا ايضا يعني الساده العاملين بالاداره وبجمعيه التلاميذ، واشكر ايضا يعني التلاميذ اصدقائي الزملاء ديالي اللي كنهدي لهم هذا الشكر الكبير، خاصه الاقارب، وشكرا بزاف. الله يتوفق. ماشي الكلمه، ولكن اللي بغي يقول على انه في ليله التميز، التميز لابناء الوطن، ابناء المدرسه العموميه، ابناء مستقبل المغرب. مستقبل المغرب لا يمكن ان يستقيم الا باستقامه التعليم بشكل اساسي، وخصوصا المدرسه العموميه التي تشكل حقيقه الاطار الحقيقي للتربيه، للتكوين، للتاطير، للتوجيه. على معدل على الصعيد الوطني شعبه العلوم والتكنولوجيا الميكانيكيه، صاحبها اليوم يقف شامخا معنا وختامه مسك. أسامة تبارك الله عليك، درع المتفوقين في البكالوريا. تصفيقات على أسامة وأم أسامة والسيد رشيد سلمون ومؤسسة أمانديز دائما. شكرا على الجائزة وشكرا على التكريم وشكرا لمؤسسة طنجة الكبرى. السلام عليكم، اسمي أسامة البقالي من ثانوية المولي يوسف التقنية بطنجة، الحاصل على المعدل الأول على الصعيد الوطني في شعبة العلوم والتقنيات الميكانيكية. الصراحة أنا جد فخور بهذه النتيجة اللي توصلت لها، وبأنني تشرفت المؤسسة ديالي على الصعيد الوطني، وشكرا كنقدم جزيل الشكر بعد الله سبحانه وتعالى الوالدين ديالي اللي هما السبب في هذا النجاح بطبيعة الحال، وكذلك الأساتذة من أول من السنة الأولى ابتدائي إلى هذه السنة البكالوريا. وشكرا للمؤسسة ديال طنجة الكبرى على هذا الحفل التميز، وكنبغي نشكر قناة اليوم على هذا التفاتة اليوم. شكرا جزيلا. أنا أيمن السحلي، جبت معدل 18.93 في البكالوريا من مدينة طنجة على معدل على مستوى مدينة طنجة، وكنقرا في مؤسسة النور الحرة. كنبغي نشكر مؤسسة طنجة الكبرى على هذه المبادرة الطيبة اللي خلت، وأنا فخور جدا أنني نحضر هذا الحفل هذا. كنشوف أن هذه المبادرة هذه كتشجع الشباب المقبلين على البكالوريا باش يجيبوا أعلى المعدلات إن شاء الله، وغيخدموا مزيان إن شاء الله تجيبوا مزيان.
كنشكر الله سبحانه وتعالى، كنشكر العائلة ديالي، الوالدين ديالي خاصة اللي خلوني اللي شجعوني وعطوني الفرصة باش نقدر نخدم مرتاح ونجيب هذا المعدل هذا. كنبغي نشكر أيضا الأطر التربوية ديال مؤسسة النور الحرة اللي ساعدتني بزاف أنني نجيب معدل 18.93، والحمد لله قدرت نجيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الحفل الصراحة حفل رائع جدا، حضور حسن ومحسن وحضور ياسين ياسم الرايز مغني طنجاوي، خاصة أنه طنجاوي عجبنا الحال من اللي شفناه حاضر معنا. حفل جدا واعر الصراحة، رائع جدا. ألو ألو، قلت لك أنت فين أنت؟ بلادي بلادي الحاج الله يرحم يمك واحد بنادم لا يصدع. أشريف أشريف إيه أشريف، أنا كان أهضر في التليفون وتينا كنغوص بزاف الله يرحم يمك بشتيتو. ألو الحاج قول لي بلاتي واحد خنق أنا كنصدعو هنايا. قول لي واخا أنا بلاتي أشريف. أه أنا كنهضر في التليفون هنايا. ومشي هضر ليه هنا؟ علاش أنت مشي هضر ليه هنا؟ أنا كنستنى تريسيان هنايا. وأنا كنستنى واحد كليان هنايا ما تحمقنيش الله يرحم يمك. الو الحاج واش ماشي نتابزو مع بنادم هنايا؟ وانا اللي غندابز هنا مع بنادم فاين تا؟ عاود عاود هذا السؤال. قلت لك فاين تا؟ اجي الحاج انت اللي كتستنى تريسيان هنايا. اه وشكون انت؟ انا هو تريسيان. أهلا وسهلا. ألو. أولا كنشكركم على المواكبة ديالكم من جميع البرامج اللي كتقدمها المؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي. مؤسسة طنجة الكبرى بحال اللي عرفتوا على أن النجاح والتميز ديال الرمضانيات في نسخته الثانية هو اللي كيعطينا واحد الدفعات قوية باش نحاولوا أننا نخرجوا برامج أخرى. برنامج ديال اليوم هو احتفال بالمتفوقين والمتميزين بأعلى معدلات ديال البكالوريا على مستوى جميع مقاطعات ديال التراب، النفوذ الترابي ديال عمالة طنجة أصيلة والعالم القروي بها. حاولنا أننا نكونوا يعني سباقين هذه المبادرة، وغتكون هي مبادرة مستمرة كل سنة إن شاء الله، يعني اللي عتبنتها المؤسسة. الحمد لله هذا الحفل هذا هو حنانا أننا نزيدوا نشجعوا المدرسة العمومية على التفوق، ونزيدوا كذلك أننا نشجعوا التلاميذ على التفوق، لأن البكالوريا واحد المرحلة مهمة في الحياة ديال الدراسية ديال أي تلميذ. والحمد لله لكل مجتهد نصيب. حاولنا نتوجوا 7 ديال الأصناف، واحد الصنف في التعليم الخصوصي و6 في التعليم العمومي، 5 من جميع المقاطعات العالم القروي، و1 أعلى معدل الصعيد الوطني في التكنولوجيا. وهذا صراحة شرف مدينة طنجة وشرفنا التلاميذ هادو، وهي كذلك يعني واحد القوس مفتوح لباقي التلاميذ، ونداء باقي التلاميذ أنهم يتميزوا بس هذا المجة يكونوا معنا في هذا الحفل، يكونوا معنا التميز. اليوم كان لي الشرف أنني نكون في هذا الحفل هذا ديال التميز احتفالا بالتلاميذ ديال البكالوريا، الشباب اللي يعني هما اللي كيكونوا القدوة ديال كاع الشباب الآخرين واللي كيكونوا رجالات المستقبل إن شاء الله. كنحيي يعني جمعية طنجة الكبرى على هذه الالتماسة وعلى هذه المبادرة هذه. ديما الشباب خصنا ندعموهم باش يزيدوا يعطيونا أكثر وأكثر، فأنا كان لي كل الشرف أنني نكون معاهم اليوم.